بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين على سيدي أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي أعزائي طلبة وطالبات المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطابت أوقاتكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله. وأسأل الله العلي القدير أن يجعل ما تقدمونه من جهد ومن جهد في طلب العلم الشرعي النافع في ميزان حسناتكم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بأن تغشاكم الرحمة وتتنزل عليكم السكينة وتحفكم الملائكة إن شاء الله. مع اللقاء الثامن من لقاءات الحديث النبوي الشريف، نعيش هذه اللحظات الطيبات المباركات. وحديثنا اليوم عن السلم والسلام والأمن والأمان. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وجاء في رواية أخرى عند الإمام النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. هذا الحديث أبنائي وبناتي أعزائي رواه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي إلا ابن ماجه. وفي الحقيقة هذا من الأحاديث المهمة في جانب السلوك الاجتماعي بين المسلم وأخيه المسلم وبين المسلم وغير المسلم. الذي روى هذا الحديث سيدنا أبو هريرة، وفي الحديث السابق ترجمت له ترجمة موجزة وبينت من خلالها سر كثرة روايته للحديث ومدى اهتمامه بالحديث ومذاكرة الحديث ومدى اهتمامه بمتابعة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في حله وفي ترحاله. لذلك كان أكثر الناس من أصحاب رسول الله رواية للحديث النبوي الشريف. ولا نستغرب أن كان إسلامه في السنة السابعة من الهجرة، وله كم كبير، بل هو أكثر الصحابة رواية للحديث. لا نستغرب ذلك لسببين: السبب الأول أنه كان متفرغا فقط في رواية الحديث وحفظ الحديث. السبب الثاني أن النبي
قد دعا له بكثرة الحفظ وقوة الحفظ، فكان يحفظ ولا ينسى ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فلا غرابة أن تكثر روايته وأن يضبط ويحفظ كل ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتقل بعد ذلك إلى متن الحديث، أي نص الحديث أبنائي وبناتي. ويبدأ حديثنا بقول نبينا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم، ما المراد بالمسلم؟ فيه مسالك ثلاثة، وكل المسالك مقبول. أما المسلك الأول فهو أريد بالمسلم أي أن هذه، أي ما ذكر في الحديث، الصفة التي تصلح معيارا ومقياسا يتميز به المسلم عن المنافق مثلا، كأنها إذا سلم الناس من لسانه ويده وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، كأنه بذلك يكون هو الفارق بينه وبين غير المسلم، فكأنه تعريف للمسلم. وبغير هذا لا يعد مسلما. إذن فهذه الصفة وإن كانت صفة فرعية إلا أنها تدل على أصل الإيمان، أصل الإسلام. أوضح هذا الرأي توضيحا خفيفا. هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا مقياسا، ترمومتر للمسلم. هذا المقياس، هذا الترمومتر الفرعي، إن تحقق وتأصل في الإنسان يكون مسلما حقا، أي حق الإسلام. وإن لم يتأصل ويتحقق هذا في الإنسان فهو بذلك لا يستحق أن يكون مسلما، لا يصح أن يكون مسلما. لماذا؟ حتى وإن أفنى نفسه في العبادة، لكن الجانب السلوكي والجانب الذي أصل من أصول الإسلام وهو أن يسلم الناس من أذاه ومن بوائقه، ويأمن الناس من على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم منه، هذا الإنسان إذا لم يتحقق فيه ذلك فلم يتحقق فيه الإسلام، لم يتحقق فيه الإسلام. يبقى كأن هنا هذه الأوصاف المذكورة في الحديث، السلم والسلام والأمن والأمان، هي أصل وأساس في كونه يطلق عليه مسلم، ومن غيرها لا يستحق أن يكون مسلما. المسلك الثاني أبنائي، قالوا: المراد بالمسلم هنا أي كمال الإسلام، كمال الإسلام لا أصل الإسلام. ليه كمال الإسلام؟ قال لك: لأن الإسلام عبارة عن عبادة ومعاملة، عبادة وإيه؟ ومعاملة. ولا كمال إلا باجتماع الركنين معا، فهي إحدى الشعب للإسلام. يبقى المراد في المسلك الثاني
الإسلام المسلم أي المسلم الكامل الإسلام. طب ليه كامل الإسلام؟ لأنه حتى وإن كان عقيدته وموحد الله تبارك وتعالى ويأتي بالعبادات إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا إلى غير ذلك يأتي به، إلا أن إسلامه هذا لا يتم ولا يكتمل ولا يصل إلى ذروته إلا إذا انضم إلى العبادات المعاملات، والمعاملات تتلخص في إيصال الخير للغير ودفع الأذى والشر عنه. وهنا نلاحظ أن النبي قدم السلب على الإيجاب، يعني قدم دفع الأذى وعدم إيذاء الناس على إيصال الخير لهم. لماذا؟ لأن التخلية مقدمة على التحلية، أو بمعنى آخر لأن دفع الأذى عن الناس مقدم على جلب المنفعة لهم، فقبل أن تصل إليهم منفعتك احجب عنهم أذاك، احجب عنه أذاك. المؤمن من يأمن جاره بوائقه، فإذا إذا أمن جاره بوائقه فهذا دلالة على كمال إيمانه. وهنا هذه الأفعال السلم والسلام وعدم إيذاء الآخرين وتأمين الآخرين هو من الأفعال التي والمعاملات التي تدل على كمال إسلامه. طيب ده المسلك الثاني. المسلك الثالث، المسلم أي المراد به المسلم الحقيقي، وكأن من اتصف بهاتين الصفتين عدم إيذاء الناس وتأمينهم ثبت أحقيته أو ثبتت أحقيته بأن يكون المسلم، بأن يكون المسلم، فكأن غيره بمنزلة العدم. فكأن غيره يعني هو ده المسلم الحقيقي لا غيره. الغير يبقى مسلم صوري، مسلم ايه؟ صوري. وهذا أبنائي لأقربه لأفهامكم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هل الحج كله كل أركانه كل فرائضه عرفة بس، أم أن هناك أركان وفرائض أخرى للحج غير عرفة؟ طبعا فيه أركان وفرائض غير عرفة، لكن النبي حين قال الحج عرفة كأنه يريد أن يقول أهم ركن من أركان الحج هو عرفة، بحيث أن عرفة لا يجبر، فمن لم يقف بعرفة كأنه مجرد وكأنه لم يحج وليس حاجا، أما غير عرفة فيجبر بدم أو يجبر بإعادة أو يجبر بقضاء أو يجبر بصيام وغير ذلك، لكن عرفة لا يجبر. فكأن النبي يريد أن يقول أهم شيء يتصف به المسلم الحقيقي مش الادعائي أن يسلم الناس من أذى لسانه ويده، وأن يأمن الناس منه على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فإذا فعل ذلك فهو المسلم الحقيقي. أما من لم يتصف بهذه الصفات فهو صوري، صوري لا يستحق أن يكون مسلما، وهو بمنزلة العدم. فليس
المسلم إذن مجرد العابد لله، بل هو العابد لله مع كف أذاه عن الناس جميعا. أنتقل إلى لفتة بلاغية جميلة جدا جدا أبنائي وبناتي، فتنبهوا إليها. انظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون، المسلم من سلم المسلمون. فيه محسن بديعي اسمه الجناس، أو الجناس بالاشتقاق. يعني إيه معنى كده جناس الاشتقاق؟ قالوا بيّن النبي في هذه الألفاظ أن المسلم مأخوذ ومشتق من السلم والسلام، فكأن السلم والسلام هو الأصل في تسمية الإنسان المتصف بهذه العقيدة مسلم. فما سمي مسلما إلا لأنه مصدر السلم والسلام للعالم كله، للعالم كله. حتى الحيوان والطير والنبات، حتى الجمادات، هو سلم وسلام لها، وإلا فكيف يكون مسلما وقد اشتق المسلم من السلم والسلام. دي الناحية البلاغية الذي أردت أن أبينها لكم أبنائي وبناتي. وهنا أتساءل معكم بعض الأسئلة وأقول: أولا، هل كف الأذى خاص بالمسلمين فقط؟ يعني الحديث رواية الإمام الترمذي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. هل هذا فيه عنصرية، وأن كف الأذى قاصر على المسلمين؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما المسلم سلم وسلام للعالم كله، للعالم كله. إزاي؟ الدليل على ذلك قول النبي في رواية النسائي: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وكلمة الناس فيها العمومية واضحة، أي أن سلم وسلام المسلم يبذل للعالم كله، إلا فقط في ميدان الحروب. لماذا؟ لأن ميدان الحروب كل الطرفين حريص على إيذاء الطرف الآخر، وإلا ما سميت حربا، مش كده ولا لا؟ تمام. يبقى إذن يشمل المسلم ويشمل غير المسلم. والله تبارك وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن فالإقساط هنا مبذول للمسلم ولغير المسلم ما دام لا حرب بيننا وبينهم. ولأحد يسأل سؤالا: إذن فلماذا في رواية الترمذي خص المسلمون فقط دون غيرهم؟ أقول: أولا، هو لم يخص، ولكن ذكر المسلمين لأسباب. أن الإيذاء وعدم الإيذاء ينتج عن كثرة المخالطة، وكثرة المخالطة التي توجب التنافر أحيانا والإيذاء عادة ما تكون بين المتقاربين، أي المسلمين فيما بينهم. هذه واحدة. والثانية،
أن المسلم له حق وغير المسلم له حق، ولكن المسلم له حق الإسلام وحق الدين وحق القرابة وحق المجاورة، فحقوقه أكثر من غير المسلم، فيجب التنبيه إليه أكثر من ذلك. إذن أبنائي، القضية ليست قاصرة على دفع ورد وعدم الإيذاء للمسلم فقط، ولكن للمسلم وغير المسلم. لوحظ أيضا أبنائي وأعزائي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الجوارح التي يؤذى بها الغير اللسان واليد فقط. فلماذا؟ أقول لكم، اللسان واليد لأنهما الجارحتان في الغالب الذي يصدر عنهما الإيذاء للغير. أما اللسان فبالسب والشتم والقول الفاحش أو ترويج الإشاعات أو قذف الناس بدون حق أو غير ذلك. أما اليد فهي مصدر أو موضع القوة عند الإنسان، فبالقوة يؤذي، والقوة هنا قد تكون حسية وقد تكون معنوية. فجمع في اليد جمع القوتين الحسية والمعنوية. الحسية أي بها البطش، والمعنوية أي اغتصاب حق الغير. أما سمعتم بعض الناس يقول مثلا فلان وضع يده على أرضي؟ فليس المراد به اليد الحسية، وإنما المراد به اليد المعنوية، أي وضع نفوذه وسيطرته وقوته وجبروته بأخذ أرضي، يعني أخذ أرضي بوضع اليد. تمام يا جماعة. أيضا لو لاحظنا اللسان واليد وما يصدر عنهما الإيذاء، يعدان هما بمثابة العنوان لغيرهما من الأعضاء الذي يصل الإيذاء بها كالرجل والرأس وغير ذلك. إذن ليه طيب عنوان؟ قال لك لأنه إذا ذكر أكثر الأعضاء في إيصال الإيذاء فمن باب أولى ينبه على باقي الأعضاء التي أقل منها في الإيذاء، فينهى عن الإيذاء بها أيضا. فكما نهى عن الإيذاء باللسان واليد، ينهى عن الإيذاء بالرجل أو بالكوع أو ب الركبة أو بغير ذلك مما يصل به الإيذاء من باب أولى. لأن يعني منع الإيذاء بالكثير ألا يمنع الإيذاء بما يصدر عنه من أعضاء القليل؟ طبعا لا شك في ذلك. أيضا أبنائي وبناتي، لوحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قدم اللسان على اليد. قدم إيه؟ اللسان على اليد. ما قالش من سلم المسلمون من يده ولسانه، لا، قال من لسانه ويده. الله، طب وإيه الحكمة؟ قالوا أن الحكمة هنا في غاية الروعة والجمال، وهي أن اللسان إيذاؤه أسرع، إيذاؤه أسرع، واللسان أيضا إيذاؤه يصدر من الضعيف والقوي، لكن اليد من القوي بس. فإنسان قعيد
يستطيع أن يشتم ويسب ويؤذي الآخرين مع أنه ضعيف وقعيد لا يقوى على القوة. اللسان أيضا إيذاؤه أعم وأشمل، فقد يسب الإنسان بلسانه رجل واثنان وعشرة، بل يسب قبيلة، بل يسب بلد، بل يسب دولة كاملة بلسانه، فهو إيذاء اللسان يعني أشمل وأعم ويصل إلى الكثير ويتعدى المسبوب لغيره من عائلته ومن بلده وغير ذلك. أضف إلى ذلك أبنائي أن أذى اللسان أنكى وأصعب وأشد، وإيذاؤه أبلغ، كما قال الشاعر: جراح السنان، السنان يعني الآلة السكين، جراح السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان، ولا يلتئم ما جرح اللسان. انظر، بلسانه يقذف بريء بالزنا، بلسانه يشهد على بريء بالسرقة فتقطع يده، بلسانه يقذف إنسان فيلحق العار بكل أهله، بل ربما يرجم بسبب لسانه هذا. أرأيتم أن إيذاء اللسان أنكى وأشد ولا يغتفر. ولذلك لما دخل سيدنا معاذ بن جبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أيؤاخذنا الله بحصائد ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الله الناس على وجوههم في نار جهنم إلا بحصائد ألسنتهم؟ أرأيتم أبنائي لما قدم اللسان على اليد في الذكر؟ سؤال آخر: هل هذا الحديث قاصر على الرجال دون النساء، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم بالمذكر، من سلم المسلمون، لم يقل المسلماء المسلمة، ولم يقل المسلمات. أقول عندنا قاعدة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أن النساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية إلا ما استثنين به من أمور خاصة كالحيض والنفاس وغير ذلك من الأحكام الخاصة بالنساء، أما ما دون ذلك فهن شركاء للرجال، شقائق الرجال في كل ما يطلب وما ينهى عنه الرجل يطلب أيضا وينهى عنه المرأة. أيضا تساؤل قد يطرح في نظر بعض الناس: هناك حدود في الإسلام، وهناك ردع للمظالم واقتصاص من بعض الناس، هل هذه الحدود وإيصال الإيذاء لبعض الناس لإنصاف الآخرين منه ولحماية الآخرين منه يعد من الإيذاء المنهي عنه؟ الجواب: لا لا، بل إن هذه الحدود وهذا القصاص وهذه العقوبات هي من باب الإصلاح، هو إيذاء للتقويم والتأديب والإصلاح، فلا يعد من الإيذاء المراد في هذا الحديث. ثم بعد ذلك أبنائي أنتقل إلى الفقرة الثانية في الحديث،
وهي قوله صلى الله عليه وسلم: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، ومن باب أولى على أعراضهم أيضا. وهنا أيضا جناس الاشتقاق، جناس الاشتقاق، فكأن النبي يريد أن يقول لنا: ما سمي مؤمن إلا لأنه مشتق من الأمن والأمان، فكأن المؤمن الحقيقي هو من يكون مصدر أمن وأمان لمن حوله من الناس جميعا. وهذا سر تسميته بالمؤمن. والمراد هنا المؤمن من أمنه الناس من لسانه. وانظر إلى رواية الترمذي في هذا الحديث، قال أمنه الناس ولم يقل أمنه المسلمون، ومعنى أمنه الناس أي أن هذا الأمن والأمان ليس للمسلم فقط، ولكن لكل إنسان بيننا وبينه معاهدة سلم وسلام، ولم يوصل إيذاء لنا أو يتآمر علينا أو يحاول أن يعادي المسلمين أو يعرقل مسيرة الإسلام في شيء، فلا بد أن ننشر هذا الأمن والأمان في ربوع العالمين جميعا، ليس في أرض المسلمين دون غيرهم. فالأمن والأمان علامة وسمة لأحقية الإنسان بلقب مؤمن. وبهذا أكون قد أنهيت شرح الحديث، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونفعكم الله بما ألقي عليكم من علم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.